هذا الأسبوع كله كنت في المشفى، ولا طالع من الدرس مباشرة على المشفى. يعني الإنسان بده يتم على طول، جاهز مهيئ حاله للروحة، ما في شيء يخوف. والروحة لهنيك أحلى من القعدة هون، يعني هنيك لا في هوية ولا في تعال لك ولا في روح لإلك. اي نعم، بتعيش هنيك برضا الله سبحانه وتعالى. يعني صار الإنسان يستعجل رحيله. يقول في الدعاء: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت خيرا لي. فلذلك بس لمحة لطلاب العلم الشرعي بأنه ولو على شفير القبر ليتم الإنسان يدرس ويدرس. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، أواخر حياته كان يحمل دفتر يرقد بالطريق عشان يصحح معلوماته على المشايخ. وهو من هو؟ ما حدا بيقول أنا نلت العلم كله. أنا هلا لو في مشايخنا بالشام الرعيل الأول موجودين، أنا ما كنت بحق لي أقعد هون. أنا بقعد مثلي مثل الناس وبالآخير بقعد. فلذلك قالوا له: يا إمام، يعني أنت بهالسن هذا بهالعلم هذا؟ فقال: لعله الكلمة اللي بحاجتها لسه ما وصلت عليها. أحيانا بتسمع كلمة تتأثر فيها. مرة كنت حضران خطبة جمعة عن شيخ، فكان أول مرة بسمع بهالحديث إنه الإنسان إذا تاب توبة نصوحة أنسى الله سبحانه وتعالى الأرض عيوبه، وأنسى الملائكة ذنوبه، ولا يحاسبه عليها إذا لقيه. أنا تفاجأت إن التوبة الصادقة لا الأرض بقت تشهد ضدي، ولا الملائكة بقت تجيب دفاتر، ما بيلاقوا شيء بدفاترون، والله سبحانه وتعالى ما بيجيب لي سيرتها ولا بيحاسبني عليها. فأنا بنص الجامع صرخت صوت: الله! فالإمام اللي على المنبر صار يدور عليه، مين هذا اللي صرخ؟ رجع عاد الحديث. اي نعم، لأنه حديث فعلا أنه مؤثر. توبة نصوحة بس، قلت له: يا رب أنا جيتك يكفي ونصلح حاجتنا لازم نصلح بقى. فمجرد ما أصلحنا، مجرد ما مشينا، نعم، تلاقي كل الذنوب راحت. حتى في بعض الأحاديث على أنه الحسنات بتصير، على أنه السيئات بتصير حسنات، ومعناته أنا حسناتي كثيرة يوم القيامة على الحالي. نعم، لأنه خبصنا الدنيا ونحن صغار. فلذلك يعني حسناتنا إن شاء الله كثيرة على الحديث هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا، وأنه يلهمكم أنه تدعونا. الله يبارك فيكم. فيعني الإنسان طالما في طب ودواء لازم الإنسان يسعى. سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه قالوا: يا خليفة رسول الله، أنا أتيك بالطبيب؟ قال: نظر إلي الطبيب. فكروا جاب دكتور من أفاه، قال له: شو قال لك الطبيب؟ قال لي الطبيب: إني فعال لما أريد. قصده عن الله سبحانه وتعالى. إيه نعم. فإذا كان إيه نعم مرضك تعين له دواء،